المشاهدون الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. رؤساء الدول والحكومات يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. الاحتفال بأعياد الاستقلال في شمال البحر الأحمر والجاشمركة. استثمار مثمر في البنية التحتية الزراعية في مديرية دسني. دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ. مصرع 6 أشخاص في أعمال شغب دموية داخل سجن في غواتيمالا. واندلاع حريق غابات كبير في اليونان وإخلاء 17 قرية. السلام عليكم ورحمة الله. بعث رئيس سويسرا جوي بارميلن وملك السويد كارل جوستاف ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس فرنسا إيمانويل ماكرون ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 30 للاستقلال. وأكد الرؤساء في برقيات التهاني المرسلة بأسمائهم وحكوماتهم وشعوبهم الرغبة والاستعداد لنقل علاقات بلادهم مع إريتريا إلى مرحلة جديدة. وأضاف رئيس سويسرا جوي بارميلن أهمية وجود علاقات جيدة مؤسسة على الثقة المتبادلة لمواجهة التحديات الدولية الرئيسية. من جانبه أوضح رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون أن التعاون الذي يجري في فترة وباء كورونا ضروري للسلام والاستقرار الدولي، مؤكدا رغبة بلاده لتمتين وتعميق العلاقة مع إريتريا مع الأوضاع الراهنة في القرن الإفريقي. احتفل إقليمي شمال البحر الأحمر والجاشبركة بحفاوة كبيرة بعيد الاستقلال. وقالت حاكم إقليم الجاشبركة أو حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرت أبرها في المناسبة إن فترة 30 سنة الماضية شهدت تحقيق تطور كبير في جميع المجالات بتضافر الجهود الشعبية والحكومية رغم التحديات الكبيرة. وأوضحت تمهيد أرضية صلبة تدفع مهام تحقيق العدالة الاجتماعية قدما في الإقليم، وسيتم الدفع بقوة مستقبلا بالاستثمار الجاري لتنمية القدرات الأكاديمية والمهنية للمواطنين وخاصة الشباب. وشكرت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات السيدة زينب عمر جميع الجهات المساهمة لحفاوة الاحتفال، داعية المواطنين عامة لتعزيز المساهمة لتعويض تضحيات الاستقلال بالتنمية. واحتفل إقليم الجاشبركة بعيد الاستقلال يوم 20 مايو في مدينة بارنت. وقال حاكم الإقليم السفير محمود علي حروي إن الاحتفال هذه السنة يأتي بإفشال وهزيمة المؤامرات المعلنة وغير المعلنة خلال 30 سنة الماضية بوعي كبير ووحدة متينة وولوج مرحلة مبشرة، وهي مناسبة لتجديد العهد لتكرار المعجزات. وأشاد رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في إقليم الجاشبركة السيد إدريس صالح بكل المساهمين لتنظيم الاحتفال على مستوى الإقليم والمديريات والاحتفاء به تماشيا مع إجراءات الاحترازية من وباء كورونا وبوسيلة تعكس عزة الاستقلال. وتخلل الاحتفالين مناشط ثقافية وفنية. أعلنت وزارة الصحة إن العمل متواصل لتكرار إنجازات تحقيق أهداف الألفية الكبيرة في أهداف التنمية المستدامة. وقال مدير السياسات والتخطيط في الوزارة السيد تولدي يوهنس إن أهداف التنمية المستدامة هي مواصلة لأهداف الألفية، وهو أجندة عالمية تستهدف سير شعوب العالم على طريق التطور بالسلم والشراكة. وذكر إن وزارة الصحة قامت بتحسين السياسات التي وضعتها في السابق بما يتماشى مع هذه الأهداف، والعمل نتيجة ذلك في الرعاية الصحية الأساسية والتغطية الصحية الواسعة. وأشار إلى أن الوفيات التي كانت 1000 من 100 ألف امرأة أثناء الولادة عام 1991 انخفضت إلى 485 ووفيات المواليد من 117 من 1000 إلى 44، والأطفال دون عمر السنة إلى 151 في 1000 إلى 33، ووصول خدمات الولادة إلى 95%، والتطعيم إلى 94%. وحول الأمراض المعدية، أوضح أن الفحوصات التي أجريت على أكثر من 90 ألف من الأمهات أظهرت إصابة 0.18
من 100% منهن بمرض الإيدز وبلوغ مرضى الملاريا والسل مستوى منخفض جدا. وكذا مدير السياسات والتخطيط في وزارة الصحة سيد ولد يوهنس إن الجهود الجادة تبذل لنشر الخدمات الصحية المتطورة، وتشمل أهداف التنمية المستدامة 17 هدفا و 169 نقطة تنفيذ تتضمن محو الفقر والمجاعة وضمان الصحة الكاملة والتعليم الجيد والمساواة الجنسية والمياه والبيئة النقية والطاقة البديلة والعمل والتنمية الاقتصادية والابتكار والبنى التحتية وخفض عدم المساواة ومدن نظيفة صحية والاستهلاك المسؤول والشراكة والتعاون والسلام والمساواة والحياة على الأرض والحياة داخل المياه بالإضافة إلى عمل المناخ. يحتفل الإريتريون المقيمون في المهجر بعيد الاستقلال بتنظيم مختلف البرامج والأنشطة. وفادت سفارة الإعلام بدأ أنشطة الاحتفالات التي تستمر لأسبوع في 18 من مايو بمشاركة الإريتريين المتواجدين في مختلف دول العالم بالفيديو الافتراضي والتجمعات والحفل الفردي ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي. وانطلقت الاحتفالات في الحفل الذي نظم في مدينة لندن البريطانية السفير ستيفانو سبتماريان بإضاءة شعلة الاستقلال ورفع العلام وتنظيم الإريتريين في مدن لندن وبرمنغهام وليستر ومانشستر وكوفنتري ونوتنغهام ونيوكاسل وليفربول وليدز وشيفيلد مسيرات سيارات في الشوارع الرئيسية يرفرفون فيها عالم إريتريا. وشهدت الاحتفالات برامج التعريف بمسيرة تحقيق الاستقلال والدفاع عنه والتحديات والمعوقات التي واجهت المسيرة والتضحيات المقدمة وذكريات المناضلين والمنظمات الجماهيرية. ذكرت إدارة مديرية تسانين الاستثمار في البنى التحتية الزراعية وتمهيد الأراضي الزراعية أحدث ارتفاعا ملحوظا في الإنتاج الزراعي. أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد إدريس أحمد سراج إن برامج التنمية الكبيرة التي قامت بها الحكومة في المنطقة دفعت لإدخال وتوسيع الزراعة الحديثة. وقال إن البساتين والزراعة المطرية كانت قليلة قبل الاستقلال، وبلغ أصحاب البساتين حاليا 200 ينمون مساحة تبلغ أكثر من 2000 هكتار وارتفاع الزراعة المطرية في مساحة 22 ألف هكتار. وحول الإنتاج أوضح إنتاج حوالي 36 ألف كنتال من الفواكه وأكثر من 80 ألف كنتال من الخضروات و70 إلى 150 ألف كنتال من الذرة، وقد تم توزيع 13,570 هكتار إلى 6,769 أسرة في إعادة توزيع الأراضي الزراعية التي جرت عام 2017. وأشار إلى أن سدين ومجريين تحويليين وثلاث حفائر شيدت بمشاركة السكان والحكومة تحقق نتائج مرضية في التنمية الزراعية عامة والإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية خاصة. من جانبها أوضح مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة في مديرية تسانية السيدة عند مريم أملسوم إن مزارعي المديرية بدأوا من عام 2010 زراعة الطاف والقمح إلى جانب زراعة الذرة. وذكر مسؤول الثروة الحيوانية سيد إلياس مناسي وجود 317 ألفا من المواشي في المديرية وتتكاثر جيدا للرعاية الصحية التي تجدها. وذكر مسؤول حماية التربة وحفظ المياه والتنمية المروية المهندس مرهاوي قبر ميكائيل إن الأنشطة الشعبية لبناء الحواجز المائية لحماية السدود والحفائر من الطمي لها دور كبير في استقرار التربة وتنمية المياه الجوفية. ذكرت الجمعية الوطنية للصم إنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية لتطوير قدرات الأعضاء وتمهيد الأرضية لحصولهم على الخدمات الكاملة. وقال رئيس الجمعية السيد ولد ميكائيل سئلين إن الأهداف الاستراتيجية للجمعية حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الصم والحصول على الفرص المتكافئة ومساهمتهم في قضايا الوطن والقيام بدراسات لإدخال لغة الإشارة في المنهج الوطني والتوعية لفهم جيد للمجتمع حول إعاقة الصم والسعي للتدريب المهني والحصول على فرص العمل والقروض. وأوضح بأن تطوير قدرات الأعضاء من أولى الأولويات وقد تم في السنوات الماضية
تمكن أكثر من 700 من الصم القراءة والكتابة وتدريب 1500 في الخياطة وتفصيل الملابس و60 في التصوير والرسم و20 في تصريف الشعر و15 في تصليح الدراجات و20 في النجارة والحداد و30 في الزراعة. وذكر إن الجمعية وبالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية نفذت برامج التعليم الأكاديمي والتدريب المهني وحصول 3000 من الصم على فرص العمل في المؤسسات العامة والخاصة وتقديم قروض ل 250 عضوا لبدء العمل. وأشار إلى الجهود المبذولة لانضمام أولياء الأمور إلى الجمعية لكون معظم الصم يولدون من آباء لا يعرفون لغة الإشارة، وتسعى الجمعية لتوسيع التعليم المقتصر حاليا على الصف الخامس بإعداد الكتب المرجعية بلغة الإشارة ومعجم كلمات والصور المتحركة والأدوات اللازمة الأخرى لتسهيل العملية التعليمية والدفع بها. ودعا أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم في الجمعية لأهميتها وتعزيز دور الشركاء في جهود تطوير وتوسيع لغة الإشارة، مشيدا بتعاون وزارة الإعلام لرفع وعي ومعرفة الصم. وتضم جمعية الصم المؤسسة عام 1998 4000 عضو. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 21 من مايو في مراكز العزل بأقاليم الأوسط وجنوب البحر الأحمر أظهرت إصابة 15 مواطنا بفيروس كورونا، وظهر 13 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط واثنتان في طيعو بإقليم جنوب البحر الأحمر. في غضون ذلك شفي 11 مريضا كانوا يتلقون الرعاية الصحية في مستشفيات الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 3921، شفي منهم 3711 وتوفي 14 مريضا، فيما لا يزال 196 مريضا يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 20 مايو 2021. وافقت إسرائيل وحركة حماس والجهاد الإسلامي مساء الخميس على وقف لإطلاق النار بعد تصعيد عسكري بينهما دام 11 يوما. وفي الفترة القصيرة التي سبقت وقف إطلاق النار استمر إطلاق الصواريخ الفلسطينية ونفذت إسرائيل ضربة جوية واحدة على الأقل. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية أن القاهرة سترسل وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية سيعملان على متابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار جاء برعاية مصرية. وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمساعدة في تخفيف أثر الدمار الناجم عن أسوأ قتال بين الطرفين منذ سنوات من خلال مساعدة إنسانية للفلسطينيين بقطاع غزة. ويأتي الاتفاق بعد 11 يوما من التصعيد الدامي الذي أدى إلى مقتل 232 فلسطينيا بينهم 65 طفلا وإصابة 1900 آخرين بجروح في القطاع في الغارات والقصف الإسرائيلي، بينما تسببت صواريخ حماس وغيرها من الفصائل المسلحة في قطاع غزة بمقتل 12 شخصا وإصابة 336 آخرين بجروح في الجانب الإسرائيلي. وفي الدقائق الأولى لبدء سريان الهدنة عمت الاحتفالات قطاع غزة، في حين لم تسمع في الجانب الإسرائيلي أيا من صافرات الإنذار. سادتي، في ختام هذه النشرة أعود فأذكر بعناوينها. رؤساء الدول والحكومات يبرقون مهنئين بعيد الاستقلال. الاحتفال بعيد الاستقلال في شمال البحر الأحمر والكاشمركة. استثمار مثمر في البنية التحتية الزراعية في مديرية تسني. دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين حيز التنفيذ. مصرع 6 أشخاص في أعمال شغب دموية داخل سجن في غواتيمالا. واندلاع حريق غابات كبير في اليونان وإخلاء 17 قرية.